بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. بنشوف معاكم بحسابي الثاني قبيلة ال كلاندايزر. كي يبدو لي عندنا مؤاب طفش من عزام، كل شوي يرسل علامة استفهام. طيب بنشوف المباراة اللي جاي عشانها، شفت كيف هذا عزام ولد عم السلمي. بنشوف بسم الله. بنشوف هذه المباراة وننطلق بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف هذه مباراة الإكسير الأسطوري. أوكي، أظن مباراة الإكسير، والله أعلم، أتوقع أيوة. أوكي، روم الآن، شوف كيف جاب الهيكل العملاق. تكتيك رائع، لكن عندنا مشكلة الساحر وعندنا مشكلة رامي السهام. إلى الآن هذا خصم خبيث خبيث جدا، ما عنده بطاقة هجومية، بس كذا ملعنة وصاخفها. شوف كيف، ثلاث ساحرات، وهذا الآن أربع ساحرات أمام. يا ساتر، موج من الهياكل. يا لطيف، شيء رهيب. ماذا أرى، والله العظيم حاجة رائعة ورهيبة. طبعا هذا تشكيلته خمسة، يخرب يا العنب شكله. ما أدري هذا قاعد يلعب بالساحب هالتشكيلة هذه ولا لا، بس مؤاب تشكيلته معقولة. بنعيد المباراة. هنا تأخر شوي الخصم باستعمال الدفاع. طيب كرة نار، انهى الساحر رامي السهام الأسطوري. ليش؟ لأنه الساحر أظن انضرب بغولة من الثلج، شفتوا كيف؟ عشان كذا انتهى. هذه شوي غلط، رمية الخنزير هذه ما كان، ما أدري الفالكري كانت موجودة بالبداية ولا. هنا الآن الخصم أيضا أغلط، ومات الساحر ببرج النار. إلى الآن ما شفنا بيكا. ليش؟ لأنه الخصم اللي هو خوينا عنده ساحرة. الآن بداية الزحف، بداية الزحف، الزحف الزحفوفي، والله شيء رهيب. الساحر ملتفت على الخنزير، والساحرات قاعدين شوكة بطيزه، فشيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي والله العظيم. بحر من الهياكل، الساحرة صارت هياكلها أسرع، فالوضع شيء غير طبيعي. نشوف مرة ثانية، نشوف مرة ثانية كيف مات الساحر من كرة النار. طبعا رمى غولم الثلج. طيب إلى الآن ما أنا مستوعب كيف رمى كرة النار ومات الساحر. أيوة صح، ضرب صاعق. والله ما ضرب الصاعق، ما أدري ليش. بالعادة الساحر ما يموت من كرة نار نفس الليفل، شيء غريب. أنا عدت المباراة عشان أشوف هذا الشيء، وإلى الآن ما أنا بعرف صراحة كيف. هذه أيضا غلط، هذه غلط، كان يمدي يلعب فالكري. الآن اتضح إنه كان يمدي يلعب فالكري، لكن الآن شوف كيف المسح، شوف كيف المسح. هنا الآن المسح الشامل الآن، شوف كيف ثلاث ساحرات، شيء غير طبيعي. طبعا الخصم ما عنده فالكري، ف
والباولر ملتفت على الخنزير يدور الغداء الشهي، وحتى الساحر الآن يدور إحراق الخنزير لأنه ساحر. أوكي الآن شوف، الآن الباولر يحاول ينقذ المباراة لكن انتهت. مشاركته في بحر الهياكل صراحة شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي، مباراة غير طبيعية أبدا أبدا. انتهت 3,100، عشان كذا حط هذول العدد لأنه أتوقع قد قابل ناس أعلى منه وقال والله لازم الواحد يحط الثقيلين. فمباراة حلوة، أتمنى تكونوا استمتعتوا إن شاء الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.